هل تتساءل عما إذا كان الحصول على عائدات أفضل مثمارك العقاري؟ هل تبحث عن طريقة لبيع بعض الأصول التي تملكها لتوليد تدفق نقدي والوفاء بواجباتك هل تتساءل عما إذا كان هذا هو الوقت الأمثل لبيع تشارول يعني العقارية على أهبة الاستعداد ليقدم لك دراسة تحليلية مجانية للإجابة على أسئلتك؟ مع ليان نضمن لك أن تلقى الاهتمام اللازم الذي نتمكن بمنحك إياه بسبب خبرتنا الواسعة على مدار آخر 20 عاماً وقدرتنا على تغطية جميع نواحي عالم العقارات من خلال مجموعة شركاتنا العريقة. إليك دليلنا البسيط والسهل الفهم لعملية البيع والذي يساعد في جعل إجراءات البيع أمراً خالياً من التعقيد. عليك أولاً إدراج عقارك لدى وسطاء ريان العقارية والقيام بإدارته من خلالهم، وفور توقيعك اتفاقية التوكيل سوف نقوم بالبدء في إجراء دراسة تحليلية للسوق لرسم خارطة لبيع عقارك ووضع تقدير بالسعر الذي يمكن أن تتوقعه. وإذا قررت بيع هذا العقار فسوف تبدأ ليان في التسويق لعقارك والترويج له من خلال العديد من القنوات ومن بينها قائمة عملائنا. سوف نسمح لك بإجراء أكبر عدد ممكن من المعاينات مع المشترين المحتملين، ثم نقوم بتصفية قائمة المشترين ونقوم بإرسال العروض للجدة فقط، ومعها شيكات بمبلغ التأمين. يبدأ وسطاء ليان العقارية ببناء استراتيجية التفاوض معك بناء على العروض المقدمة. فور إبداءك الموافقة على أحد العروض تبدأ ليان في إعداد اتفاقية البيع والشراء وإنهاء الإجراءات القانونية. تخضع جميع اتفاقياتنا لمراجعة يجريها أفضل المحامين لحماية جميع أطراف العقد، وبمجرد إبرام الاتفاق سوف نبدأ في إعداد عملية نقل الملكية. أما الخطوط التالية فسوف تكون الحصول على شهادة عدم ممانعة لنقل الملكية من المطور العقاري الرئيسي، وسوف تكون المرحلة النهائية هي نقل الملكية والحق في التملك منك إلى المشتري. تهانينا، لقد نجحت في بيع عقارك في دبي. لقد أصبح الآن بيع عقارك أمراً خالياً تماماً من التعقيد مع وسطاء ريان العقارية. ما زالت لدينا بعض الأخبار السارة إذ يسر مستشارو ريان العقاري أن يقدم لك المشروع بخصوص أفضل فرص الاستثمار العقارية لإعادة استثمار أموالك في قنوات عقارية عالية. ليان العقارية، الابتكار في خدمات العقار.